الفنان يوسف ليلي الذي لعب موسمه الأول في الدوري الفرنسي مع فريقه ستاد بريس ولعب 13 مباراة بالتمام والكمال، سجل في 13 مباراة 3 أهداف وهدفين. ويوسف ليلي تحصل على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي لهذا الموسم متفوقا على وهبي الخزري التونسي العربي وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وهو الأرجنتيني طبعا ليون ميسي. يوسف ليلي فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي، والهدف هو هدفه ضد فريق موناكو عندما قامت بمراوغة رائعة وتلعب بالمدافع بطريقته الخاصة وأسكن الكرة في الشباك، فجائزة مستحقة ليوسف ليلي عن جدارة واستحقاق. طبعا جائزة أن لعب 13 مباراة فقط وأخذ جائزة في الدوري الفرنسي. طبعا التصويت كان من طرف الجماهير الذي صوتت بطريقة جيدة وبطريقة رائعة، وطبعا فاز يوسف ليلي بالجائزة. شيء رائع، شيء جيد أن يفوز لاعب عربي بجائزة ويتفوق على أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الأرجنتيني ليون ميسي. طبعا يوم جميل ليوسف ليلي وجائزة رائعة، وكذلك الهدف رائع وتحفة من يوسف ليلي. طبعا أهدافه رائعة وجميلة، وخصوصا يوسف ليلي يسجل أهداف خرافية، لا يسجل أهداف عادية حيث لديه أهداف عديدة أبرزها ضد المنتخب الوطني المغربي منتخب بلادي طبعا في كأس العرب، سجل هدف خرافي. يوسف ليلي جائزة مستحقة، ونتمنى له التوفيق في القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.